صباحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج الديربي ونهاية أسبوع. نتمنى إن شاء الله حلقتنا اليوم تفوز على رضاكم. حلقتنا اليوم سنتحدث فيها عن المباراتين الوديتين، المنتخب أمام المنتخب الكويتي أمام المنتخب البوسني، وأيضا مباراة فريقي الكويت والهلال في الرياض. نرحب بضيوفنا ومحللينا متواجدين معنا، على اليمين لاعب الدولي السابق كابتن مؤيد الحداد، بجانب الحارس الدولي السابق كابتن صلاح مرزوق، بالجهة اليسرى الحارس الدولي السابق فلاح دبشة، وبجانب أيضا لاعب الدولي السابق كابتن فرج لهيب. حياكم الله أخوان، صبحكم الله بالخير ويا أهلا ومرحبا فيكم. اللي حاب يشاركنا أرقام هواتفنا موجودة على الشاشة. أكيد في كثير من الأخوان تابع مباراة المنتخب ومنتخبنا الوطني أمام البوسنة، أكيد عنده بعض الملاحظات بعض الأمور نتمنى يشاركنا عبر برنامجنا، وأيضا جماهير الكويت اللي تابعون مباراة أيضا الكويت والهلال أيضا بإمكانهم المشاركة معنا سواء عبر الهاتف أو عبر إرسال تغريداتهم، وإن شاء الله نحاول نعرضها على الهواء مباشرة. الشكر لرعاتنا وداعمينا الأخوان في شركة وينرز العالمية، فهد البكر وبدر البكر مشكورين، معقمات هايجين مياه ألترا. الشكر لأطياب القمة أخوي عبدالله العتيبي، شكر لكيو كيبل اخوي فيصل كندري اخوي عبد العزيز اشكناني، شكر لمطعم شاورما اند جريل اخوي محمد ندل المطيري وايضا اخوي راشد سعد الزوير، شكر لحلويات كراميلو اخوي عواد سعد البريتشي واخوي عبد الله سعود الدرويش، شكر لمطعم دومز، شكر ايضا لدير اندير، شكر لمعرض بريمير سبورت وكلاجي فوفوزيز في الكويت، والشكر لمعرض أسد للملابس الرياضية. على طار الرعاة أيضا أتشرف أن اليوم دخل معانا ودخلت معانا جهة جديدة، يعني إن شاء الله تحوز على رضاكم بتصاميمها، الأخوان في ماتادور ديزاين. التيشيرت اللي تشوفونه أمامكم متزامن مع كريستيانو، والإعلان أن قمصانة يعني حققت حتى الآن أكثر من 30 مليون باوند كأرباح. فالتصميم من تصميم الأخوان أخوي سلمان وأخوه أيضا شقيقة أسامة، مشكورين يا أخوي سلمان، مشكور يا أخوي أسامة، وأشكر هالثقة في برنامج الديربي، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم. وأيضا سعداء بأن الأخوان في ماتادور ديزاين إن شاء الله خلال الفترة القادمة راح يقدمون جوائز أيضا لمشاهدينا، يعني راح يكون تعاون إن شاء الله مثمر وتستمتعون فيه أنتوا كمشاهدين، وإحنا أيضا وأنا شخصيا استمتع أيضا بتصاميمهم وتيشيرتاتهم. مشكورين يا أخوان في ماتادور ديزاين، والله يعطيكم العافية. إذا ممكن مخرجنا بس يعرض حسابهم في إنستغرام ورقم تليفونهم، أيضا بإمكانكم الاطلاع على تصاميمهم من خلال هذا الحساب اللي موجود أمامكم، حسابهم في إنستغرام. وأيضا بإمكانكم التواصل تلفونيا إذا عندكم أي يعني عشاق الكرة الأوروبية عندهم أي يعني طلب أو ديزاين معين، بإمكانهم الاتصال أيضا عبر رقم الموبايل أو الجهاز التلفوني اللي موجود على الشاشة. قبل لا أبدأ رسالتين أو ثلاث واستأذن من الإخوان. الرسالة الأولى أتحمد في السلامة فيها لإخواننا في منطقة الروضة وأخواننا أعضاء مجلس إدارة جمعية الروضة بعد الحريق اللي اندلع في الجمعية مساء أمس، ونقول لهم خطاكم وسوا، والحمد لله على سلامة اللي كانوا موجودين في الجمعية، والحمد لله على سلامة أيضا منطقة الروضة بشكل عام. منطقة عزيزة علينا ما في شك، وكل مناطق الكويت مناطق عزيزة علينا. أيضا أتحمد بالسلامة لأهلنا وشقائنا في المملكة العربية السعودية وخاصة في المنطقة الشرقية بعد الحادث المؤسف اللي حصل قبل ساعات. نقول الحمد لله على سلامة أهلنا وخطاكم وسوا، والله يحفظ إن شاء الله المملكة العربية السعودية من كل مكروه في ظل خادم الحرمين الشريفين، في ظل سمو ولي عهد الأمير محمد بن سلمان، وفي ظل أيضا طبعا العيون الساهرة من جنود القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبالتأكيد في ظل الله سبحانه وتعالى هو الحافظ ما في شك، لكن إن شاء الله تعدي هذه الأمور على خير على المملكة إن شاء الله، والله يديم عليهم نعمة الأمن والأمان. النقطة الثالثة والأخيرة
احب اشكر اخوي عمرو اديب الزميل الاعلامي العزيز والاستاذ القدير، اللي يعني رغم الضجه اللي حصلت امس بعد ان اعلن عن نيته استضافه شيكابالا في برنامجه في ام بي سي مصر، وكان او يعني من اعلن عنه طبعا تعرفون اللي يعني شنوا حرب على الاعلامي عمرو اديب، لكن ما استسلم لهذه الحرب ولا استسلم لهذه الحمله اللي صارت ضده، وفعلا يعني كان عند كلمته وعند موقفه واستضاف شيكابالا، واعتقد اللقاء لا يزال موجود. انا حبيت اشكر الاستاذ عمرو اديب على هذه الشجاعه وعدم يعني الانصياع لهذه الحمله السيئه اللي صدرت ضده. على طاري ايضا الزمالك والاهلي، انا احب اهني الاهلاويه طبعا جميعا، انجاز تاريخي حصل خلال اليومين الماضيين، واختم فيها حواري طبعا، انجاز تاريخي لا ينسى. اهني مجلس اداره النادي الاهلي، جمهور الاهلي، لاعبين الاهلي. تذكرون قبل كم يوم بالكويت احتفلوا نقل تواير من منطقه لمنطقه، بالاهلي احتفلوا بافتتاح جراج عند النادي حق مصافط سيارات اللاعبين. فانا احب اهني الاهلاويه على هذا الانجاز التاريخي. وايش رايك بالانجاز بس ابو فيصل؟ شنو جراج افتتاح جراج، ايش رايك بالانجاز بس؟ لا قوي الانجاز، راح تطور عندهم التواير. بس عاد تدري وفتح الجراج بنادي الاهلي بالجزيره جنين، يعني انجاز يعني. انا صراحه اشوفه انجاز. لا والله جد، لان 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 المنطقه هذه مكتظه بالزحمه وما تقدر تتحرك. منو مو اي جزيره، مدينه نصر يبغى الجراج. هو الجراج مدينه نصر؟ ايه الملعب الجديد نادي الاهلي. غير. لا انا على بالي اللي بالجبلاء، اللي بالجبلاء الجزيره. لا هني فعلا ما في مواقف، ما في حركه. اما مدينه نصر عيل اتوقع عطوه لانه كانوا موسعين الشارع، وفي قطعه ارض كبيره وماخذين جزء هدومه وجزء عادي يحتفلون بافتتاح جراج. فاعتقد عطوه هذه الارض، ارض كبيره بيستفيد منها. ارض كبيره معطينا. مسعود للامانه لا يشكر الناس لا يشكر الله. انا يعني كلمه شكر اوجه له الكابتن فري اخوي، اخوي الصغير يعني، بعد ما عرف طريق الحق وبدا يشجع مانشستر. واعتقد خطوه موفقه يا كابتن، وانت يعني الخال والخال لازم يبحث عن الافضل، فاعتقد انت عرفت طريق الصواب وين فيه. انا احييك. لا ابو خالد انضمامك الى ما حد يختلف على اليونايتد، على تاريخه وعلى الكيان الكبير. لا بس انت اعترفت الحين. اعترفت انا عشان كريستيانو. لا خال ماكو شيء اسمه علشان كريستيانو. اي بس انت عرفت طريق الحق. كريستيانو هداف تاريخي ريال مدريد، انتقل اليوفي. انا قاعد انا اشكرك. اي انتقل اليوفي، قمت اتابع اليوفي وانتقل لمانشستر، فاعتقد اهم الدوري الانجليزي ما تشجع. يعني ما كنت تشجع احد بالدوري الانجليزي؟ لا 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 كنت. طيب خلنا ارجع حق اوريكم الصور طبعا للجراج، يمكن ابو خالد طلعنا شويه عن موضوع الانجاز التاريخي للاهلي. اوريهم صور الجراج. يبي محتاجين الجراج هذا. اوري مخرجنا بس صور الجراج تكفى. شوف يا سلام انجاز صراحه. شوف الله كم سياره يشيل. والله ما ادري. شوف حتى كاتبين تاريخ. شوفها تاريخ جميل. هذا طبعا اللاعب الكبير محمود الخطيب رئيس النادي، بس ما ادري منو اللي معاه صراحه، ما اعرفه. انت شنو الزحمه عندهم هناك؟ هذا معالي وزير الرياضه. اعضاء عندهم اعضاء لليون النادي. السؤال عزيز يعني ليش محتفلين يعني قراج؟ ليش محتفلين يعني؟ انجاز تاريخي. يمكن استثمار حق النادي. اي والله يجيب فلوس. بس ليش الاحتفال بخالد؟ ليش الاحتفال كذي يعني؟ قراج زي قراج يعني. بس لحظه يمكن مو مسوين احتفال انت. وهذا كذا شنو هذا؟ معالي الوزير جاي. الوزير يمكن مر بالشارع شاف زحمه وقفوا وصوروا معاه كم صوره. والله لا نسميه احتفال. عموما مبروكين يا الاهلاوي، يعني شيء يتمشون فيه الحال بدال الدوري. ويعني عموما اخر خبر ايضا عن الزملكاوي، لا راح اقول لكم اياه بعدين شوي بس عشان لا ازعل الاهلاويه وايد، بتشيناهم وايد الفتره، خل نريحهم شويه. خل نروح حق اول موضوع في حلقتنا اليوم، مباراه منتخبنا مع المنتخب البوسني، مباراه وديه انتهت بهدف نظيف. احنا بنشوف صور، يمكن للاسف يعني ما في نقل كان المباراه الا عن طريق بي ان، فبالتالي
اعتقد المباراه يعني شافوها لان الحمد لله كانت منقوله، واعتقد ايضا الاغلبيه شاهد المباراه. احنا بنشوف الصور لكن ايضا بوريكم تشكيله منتخبنا عشان ايضا الاخوان المحللين او المشاهدين اللي ما تابع المباراه. احنا بنشوف صور لهذه المباراه، وايضا خليني اشكر الجمهور الحقيقه، كانت بعض الجماهير الكويتيه اللي متواجده في البوسنه تعنت واحضرت للملعب، نشكرهم، وهذه مو غريبه على الكويتيين ما في شك، الوقوف مع المنتخب والوقوف مع عيال ديرتهم، شفناهم ما شاء الله متواجدين ايضا في الملعب، نشكرهم. نشكر النائب جاسم الكندري اللي اختفى بالامان. نعم نعم ابو حسن كان موجود، اي هو اللي قود الرابطه. نعم هذه طبعا صوره للجماهير، مشكورين. التشكيله اللي بدا فيها المدرب خالد الرشيدي في حراسه المرمى، في خط الدفاع من ناحيه اليمين راشد الدوسري، فهد حمود، خالد صباح الفضلي، حمد القلاف، وحمد حربي اعتقد كان كلاعب ارتكاز امامهم، وحسين اشكناني، ناصر فالح لعب مدافع، لعب خمسة ثلاثة، هو لعب خمسة أربعة واحد، أيوة خمسة أربعة. عيد الرشيدي، حسين اشكناني، ناصر فالح، بندر السلامة، وبدر المطوع كمهاجم. بعدين أجرى بعض التغييرات طبعا لمنتخبنا. خلا أخذ رأي أبو خالد، شو رأيك بأداء منتخبنا اليوم؟ هو بالعكس خطوة زينة جيدة، خصوصا انك انت الان جاي في مرحلة تغيير. احنا كنا دائما كمحللين نطمح حق الافضل، كان يفترض يكون هناك تغيير شامل بالمدرب، ولكن نعرف انه يمكن الظروف الان بعد الخسائر يمكن اللي شاهدناها، خروجنا من كاس العالم، البطولة هي اللي كل يطمح فيها، والاسناد المهم الى جونزاليس، احنا يمكن اللي نحتاج الان تغيير جذري كامل للجهاز الفني والجهاز الاداري. ان شاء الله في الخطوة الجاية في تغيير الاتحاد يمكن تكون المنظومة أفضل، بس هي كبداية جيدة تلعب مع منتخب البوسني، يعني خطوة جيدة، خصوصا المنتخب البوسني قبل ثلاثة أيام لعب مع المنتخب الفرنسي وتعادل في المباراة، وأنا أعتقد أغلب اللاعبين ريحهم في بقيادة كابتنهم جيكو اللي هو مهاجم الفريق، لكن الفريق أدى، لكن يحتاج إلى تنظيم أكثر. لما قلت لك إحنا نحتاج إلى مدرب أفضل لأنه يوظف اللاعبين، يعني اليوم تلعب بطريقة خمسة 4-1 اللي هو بدر مطوع راس الحربة، اللي شاهد المباراة بدر مطوع ما لعب راس حربة، لعب في وسط الملعب، فبالتالي قابت النواحي الهجومية. كنا توقعنا احنا حتى بعد الشوط الثاني يعني التغيير اللي عمله ونزل الرشيدي انه يكون هناك في نواحي هجومية، لعب شبيب طرف وبدر جهة اليمين. بعد خروج بدر شفنا يمكن راح شبيب راس حربة وحصلت له فرصة كان يسجل هدف. اذا احنا نحتاج الى مهاجم صريح، يعني انت دائما احنا مشكلتنا في المنتخب التهديف، ما عندنا اهداف، يعني ما عندنا خطوره على المرمى، في هناك تكتل في خط الدفاع. خط الشوط الاول يمكن ما قدرنا نطلع من منطقتنا لان المنتخب البوسني طبعا منتخب قوي، اللي هي الهدف منها الاستفاده، لكن السؤال اللي يطرح نفسه، هل الاتحاد راح يستمر على هذه التشكيله؟ انا اعتقد ان المفروض يستمر عليها، ما نبي نرجع للمربع الاخير بعد ما صار مباراتنا التجريبيه مع المنتخب العراقي اللي هو اختار عناصر وقال انا راح ازج عناصر صغيره وابني لفريق المستقبل، ما نبي ندخل تصفيات كاس اسيا ونشوف فريق ثاني. فهذا المهم، اليوم مباراه استفاده للاعبين، في هناك اخطاء، والاخطاء هذه من اللي يصلحها؟ يصلح المدرب. ليش ان نقول نبي ان احنا نحتاجين الى مدرب؟ كذلك بدر المطوع، يعني انت بدر الآن ما شاء الله بالعمر قدم مباراة ولعب وسدد على المرة، كاد أن يسدد الهدف في الشوط الأول، لكن يحتاج إلى مهاجم صريح، يحتاج إلى مهاجم صريح. أنا المدرب جونزاليس لما أنت أخذت اللاعب فواز إمبيلش من معسكر نادي خيطان وحرمته من المباراة التجريبية الزوراء العراقي، اليوم قاعد نشوفه على المدرج مع أنه هو مهاجم، كان يفترض يكون هو على دكة الاحتياط تستقله بالشوط الثاني لأنه محتاج أنه يدخل بهذه الأجواء، لكن كمجموعة اليوم على الأقل نوعا ما المنتخب أدى اللي 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 يقدر عليه، لأن المنتخب البوسني ترى منتخب من أفضل منتخبات أوروبا، فريق قوي، تجربة، يجب أن نستفيد من هذه التجارب. المنتخب يحتاج إلى مباراة، خنا خسر، لكن خنا أنا أول شيء أسوي ثبات بالتشكيل، انسجام، تكتيك،
في عوامل نجاح موجوده، لكن محتاجين الى مدرب ذكي يعرف شلون يستقل هذه العناصر في المباراه التجريبيه. ابو مشاري، والله شو اول شيء ودي اعرف انا الهدف من المباراه الوديه اللي لعبها اليوم، هل انت عندك برنامج واضح للقادم؟ هل انت قاعد تهيئ المنتخب لخطوات افضل لقدام؟ هل في رزنامه واضحه ولا راح تخلص المباراه وراح نقعد وتقعد تيمعهم بعد شهرين ثلاثة راح نلقى منتخب فريق مختلف؟ فأنا ودي أعرف، أنت رحت معسكر وجهزت ويمكن لعبت هاللعبة، القادم على الفيفا دي مشاري. إيه بس أوكي أنا بلعب على الفيفا دي، شنو البرنامج اللي عندي؟ هل أنا المفروض أنا عندي على الأقل خطة مسبقة على الأقل ليه ثلاث شهور أنا عارف المنتخب هذا وين رايح؟ الحين المنتخب لرد من المعسكر، شنو المتابعة الحين؟ يعني ما نبي الحسبة تفرض، انت الحين انت بتستقر وتبي تجهز منتخب شاب، انت الحين الخطوة الجاية ايش عندك؟ هل لما ترجع من المعسكر من هالمباراة بعد شهر راح نشوف منتخب مختلف على الموجود كلاعبين؟ انا واحد من الناس اتوقع اني راح اشوف اسماء وراح تفكيرنا انه يعني نفكر ليه قدام إنه لا لسه التشكيلة ما استقرت، راح نسمح الكلمة كثير. طيب عدم الاستقرار، عدم الاستقرار. أنت ليش قاعد تروح جدا؟ خلنا نبقى في المباراة، رأيك في الأداء، هل راضي المباراة؟ هل المنتخب سيء زين؟ المباراة وجود بدر مطوع كراس حربة من البداية غلط. بدر مو راس الحربة الصريح، بدر هو اللي يمول المهاجم. أنت قتلت بدر بنفس الوقت، ما في تمويل من خط النص لبدر. بدر بالعمر هذا مو محتاج التحامات كثيرة، عرفت؟ بدر محتاج الكرة السهلة، اللاعبين، اللعب الجماعي اللي اليوم قاعد يحصل انه باين انك بس بتعدي الكرة خط نص منتصف الملعب. نعم يعني انا يمكن في وجوه جديدة اوكي، بس نأمل التطور وانظر الى قدام. انا اتمنى ان المباراه الوديه الجايه ما اشوف في تغيير 8 إلى 9 لاعبين. ابو مشاري كان يفترض ان تستفيد من مجهود بدر في الثلث الاخير في ملعب الخصم، حتى هو بالنص بدر اليوم يفترض يكون موجود لاعب اساسي بالفريق في وسط الملعب اللي انا اشوف عند القياده فواز عايض الامانه، لان اليوم شفناه على دكه احتياط فواز من اللاعبين ممتازين وشابين. نزل غير شكل، اي لما نزل تغير شويه خط الوسط، بدا يقط كرات، بدات الانفرادات. انا اعتقد ان وجوده على دكه احتياط خطر. طيب يمكن وفيصل، الكل اشاد باداء خالد رشيد اليوم. والله خالد الشوط الاول ابدع صراحه، يعني انقذ له جولين وكان مجتهد يعني في الكرات، صد الكرات حتى الشوط الثاني. اي ولا تحمل الهدف؟ لا انا ما احمل الهدف 90 يعني ما صعب عليه، بس عندي انا تنظيم الدفاع سيء عندنا. يعني لو تلاحظ يعني من طريقه لعب المدرب طريقه دفاعيه بحته، المفروض الجانب الدفاعي عندك افضل، انت تلعب على الخطه اللي يتميزون فيها لاعبينك، فانكماش الفريق للخلف مثل ما تكلموا الاخوان، وبدر ضايع بروحه قدام، وبدر مو مركزه هذا، يعني المفروض يكون هناك مهاجم صريح. اذا انت عندك اطراف تبي تلعب كرات ارضيه لازم عندك مهاجم صريح. فالدفاع ما كان تنظيمه جيد، الفريق البوسني كان افضل بنقل كرات، واكثر هجماته بالشوط الاول كان جهه اليسار، وصار عندنا يعني ربكه ببعض خطوط الدفاع، اللاعبين ما في تجانس ولا انسجام. فانا اقول كبدايه يعني بدايه متواضعه حق منتخبنا، وما بيتكلم بالامور لازم خطه ولا استقرار، هذه امور تكلمنا فيها وتعبنا يعني، ومثل ما قال مشاري لازم نعرف وجه المنتخب وين رايح. بس انك تلعب مباراه وخلاص، فهل عندك شيء ان اللاعبين هم نفسهم المجموعه اللي راح تحافظ عليهم؟ الجهاز الفني نفس الشيء هو راح يستقر على نفس المجموعه، ولا يعني راح يتغير بس مجرد لعبت مباراه مجرد مشاركه بس؟ هذا اللي طيب. يعني ماكش. انا بس بتكلم قبل ادخل على تفاصيل المباراه، بس على النقطه اللي قالوها وخصوصا اللي قالها ابو خالد، لازم يكون في خطه تكون شفاف عند الناس ان انا عندي فريق شاب راح اعتمد عليه. نفس ما قال ايضا بومشاري، بالنهايه راح ندخل بطوله رسميه، راح يتغيرون نص اللاعبين هذولي، راح يدخلون اللاعبين العناصر الخبره المتواجده، وخصوصا لما يطالب الجماهير في اكثر من لاعب راح نشوف اللاعبين الخبره راح يرجعون، ما راح نشوف العناصر الشابه هذه نقطه. بالنسبه حق المباراه انا اعتقد انه كان
ايضا طريقه المدرب كانت واقعيه، لعب 5-4-1 اعتماده على الكرات المرتده اللي هو جهه اليسار بندر، والجهه الثانيه كان عيد، وبدر اللي هو المهاجم او راس حربه، يمكن مو مركز بدر بس بدر كان يعني ينزل للنص اعتماد على حتى بندر كابتن فري مو مكانه شمال، هو دائما تالقه في نادي العربي يمين. صح كلامك بخاد، بس في نقطه يعني ايضا بندر وعيد يعني لاعبين صغار بالسن، لما المدرب يعني واضحه طريقته انه قاعد يلعب على المرتده، يفترض ان نشوف عيد ونشوف بندر افضل من كذي. بالشوط الاول ما كان لهم حضور جيد في الشوط الاول، دخول فواز غير شكل الفريق وترى اضاع انفراد. هذه النقطه. النقطه الثانيه يمكن 5-4-1 انا اشوفها ابو سعود واقعيه. حتى المنتخب البوسني ترى 12 مباراه ترى متتاليه دوليه، ترى اول فوز يفوز، ترى يعني صحيح يعني منتخب متطور لكن ترى يعني قادر انت عليه، مو مقادر، ما كان صعب. حتى في المباراه شفنا كان في ايضا بالالتحامات كان جيدين لاعبينا بالالتحامات، قدر انه يوصل مرمى، ما كان صعب. لكن الناس ما قال ايضا الكابتن فلاح تنظيم الدفاع كان سيء. كابتن فري انت الحين خليك من مباراه البوسنه، انت راح تدخل تصفيات كاس اسيا، لما تلعب بهذه الطريقه 5 مدافعين، كثره المدافعين بخط 18 هذا اللي وقعنا فيه بالاخطاء اليوم، وشفنا يعني كتله من اللاعبين داخل خط 18، لكن التمركز، عمليات المراقبه، حتى الهدف اللي دخل انت شوف يعني راحت عرضيه والكل عينه على الكره مو على عينه على المهاجم، فهذه الطريقه غلط. انت العب بطريقه تقليديه، اربع مدافعين زين، وانت تكلمت تلعب على الهجمه المرتده، من يلعب لك الكره المرتده؟ فواز عايد لو كان موجود، بناء الكره من الخلف عندنا مو موجود، مو موجود. نشوف كرات مباشره، فعشان الشيء قاعد اقول الاعتماد على بندر وعيد، لكن كان حضورهم يعني غير جيد، هم اللاعبين النشاط اللي كان ممكن ينزل بدر ويدخلون. عموما كل المباريات تجربيه دروس، احنا ليش نقول دائما تستفيد من الدرس؟ اهم شيء تعلم. اليوم مباراه المنتخب بالعكس انا اقول خطوه جيده، تلعب مع البوسنه فريق قوي رغم انه مو الفريق الاول، لكن هم كرتهم حلوه، يلعبون كره ويلعبون، بس انا اقول حرر لاعبين، لاعبين عندهم مهارات، عندهم يبون النواحي الهجوميه، وبعد شفناهم بالدوري الكويتي، حررهم وظفهم المكان الصحيح. يعني انت كان اليوم مفروض شبيب موجود، بدر تحته، عيد الرشيدي صحيح، عرفت، وراهم فواز كلاعب صانع العاب. انا اعتقد المنتخب راح يظهر بشكل افضل، انا المنتخب يحتاج نشاط قوه، والامانه يعني لعبوا 90 دقيقه في اجتهاد، في محاولات، في اصرار، بعكس السابق. ترى ايضا المدافع خالد الفضل الشاب، ترى من المدافعين اي من المدافعين ترى كانوا جيدين، اشكان يقدم ايضا اداء جيد بالشوط الاول، ففي يعني شوف هو في عناصر جيده بالشوط. هو السؤال الان بمشاري ولا يهونون الاخوان، السؤال هذه مجموعه هي تقريبا المنتخب الاولمبي صحيح. السؤال المطروح الان في ظل الخمس محترفين، هل راح نشوفهم يلعبون مع انديتهم هذا؟ يعني هذه نقطه اللي تعال لما نقول لك خمس محترفين راح يسيء لمنتخبك، لمنتخب ديرتك. هذا يعني اليوم خالد صباح لاعب جديد حق القادسيه، في وجود خالد محمد ابراهيم وجيمس كمحترف مثلا، تتوقع يلعب مثلا؟ لا حسين اشكناني في ظل وجود لاعبين مميزين في نص العربي، ولما ياخذون سلطان العنزي وياخذون يعني تتوقع راح يلعب حسين اشكناني؟ مسعود نفس ما تفضلت، نفس ما قال ابو خالد، احنا عندنا مشكله بالتهديف، ما عندنا المهاجم، فايضا بالانديه محترف دائما تلقى المحترف هو المهاجم كمهاجم، فهذه مشكله كبيره، قاعد نعتمد يا على شبيب يا على يوسف ناصر، ما قاعد نشوف مهاجمين يسبه المحترف ترى. لان اشوف مثل ما قال خالد يعني فواز مبيلش لو مثلا يمنح الفرصه اكثر يمكن تشوفه اسم، مع انه هو هداف الاولمبي. نعم هو هداف الاولمبي اليوم على المدرج موجود، يعني هناك في تناقض الاولمبي معنا، هناك في تناقض، وكان معاهم بمعسكر تركيا. نعم. وسجل في مباراه تجريبيه اهداف، اليوم قاعد يشوفه على يمكن خير يعني حتى شبيب. هو يعني اختار ما بين الشبيب وما بين مبيلش، حتى اللاعب الخبره ماكو مشكله، العب بفواز ولعب بدر تحته، ما في مشكله، في طريقه تختلف. انت راح نواجه مشكله باللاعب مال المنتخب الاولمبي اللي انت الحين مخليه مع المنتخب الاول، وهذه فرصتهم ويستحقون هالشيء. الشيء الثاني لما تبدا المسابقات الدوري والامور هذه، اللاعبين الاولمبي هل احنا راح نشوفهم مع فرقهم؟ شيء هذا انا واحد من الناس يا راشد الدوسري، انا واحد من الناس مقتنع راح نشوفهم بالدكه. المشكله لا قادر يلعب مع الفريق الاول ولا قادر يلعب مع فريق 19 بحيث انه يمارس، يعني الاغلبيه راح نشوفها على الدكه، او في يمكن اذا يحصلون فرص مثل نادي الساحل او الامور هذه بدوري درجه ثانيه، الفرق هنا يمكن
تجذب اللاعبين اللي ما يلعبون اللي هم. وبعدين لما تتكلم عن اللاعب قال لك ما يلعب ناديه، طيب هو بالمنتخب قاعد يلعب بوجود خمس محترفين ما راح ياخذ له فرصه. طبعا طبعا نفس الوقت انت عندك الخمس محترفين زاد كل نادي عنده لاعبين الخبره اللي يعتمد عليه. نعم. الفرق طبعًا كل طبعًا. فريق يدش يقول لك انا افكر ببطوله العب. نعم. اللاعب اللي عندي الخبره مجلس. اكيد كل نادي في عنده زحمه لاعبين والكل. نعم. يقول لك جاهز. نعم. بلعب انا. وافضل مرحله يعني منتخبنا عقب جيل الذهبي اللي هو التسعينات لاحظنا ان محترفين اثنين ذهبي تزع الفرج فيها هذه. شلون اي هذه تقول جيل ذهبي؟ لا لا تزع الفرج فيها. وبعدين جيل ذهبي كاهو قاعد لا سميته اسم ثاني انت غير جيل ذهبي. لحظه لا لا جيل لا لا انت قلت لاتيني افضل. لا لا الله اللي يصير المهم اللي يصير هو سماهم اسم ثاني غير كلمه جيل ذهبي بس لهم مو كلمه جيل ذهبي لهم مصطلح ثاني انت اعطيتهم. لا لا جيل ذهبي كاهو قاعد ابو خالد التاريخ خلي يكمل. نعم طب ندخل موضوع ثاني. فكان عندنا منتخب صفين. نعم. يعني لاعبين اللي مثلا 11 وافضل لتكمله اللاعبين. نعم. فالمحترفين لو تلاحظ كل نادي حتى الانديه اللي بالمتوسطه نعتبرها. نعم. عندها 5 إلى 6 لاعبين مميزين. صحيح. بالاضافه الى المحترفين 2. الحين تحط لك 5 وما عندك ذيك المواهب او الطاقات اللي تاخذ فرصه فهذا راح ياثر على المنتخب بشكل صحيح. كبير. هذه وجهه نظري. نعم عموما احنا بنروح الفاصل بس قال والله نظارتك لافته نظري صح. لا مش مال شوارب نظاره لا بس حلو والله الاطار شنو الماركت رينج رينج الماركت. نروح لفاصل وبعدها سنعود. صباحكم الله بالخير. قبل اخذ اتصالات كان في خبر انتشر قبل بدايه المباراه ويمكن البعض يقول لي صحيح مباراه وديه ويعني ما تاثر. لا لا تاثر اليوم هذا الامر يعني يجب ان تكون هناك وقفه جاده من معالي وزير الشباب في هذا الموضوع وايجاد حل لهذا الموضوع. الشيخ احمد اليوسف رئيس اتحاد الكويتي كره القدم موقع الاتحاد الكويتي نشر خبر على لسانه ان مادة المهارات الدراسية في كلية التربية الأساسية حرموا بندر السلامة من تقديم امتحانات المادة على الرغم من حصوله على تفرغ رياضي ومقادرته مع الوفد إلى البوسنة. يعني أنا ما عندي تعليق صراحة لكن هي مناشدتي. أنا ما أعرف والله مدير الهيئة منه أصبح عليه بالخير لكن أعرف اللي معاه أبو عيسى أخونا أحمد الجاركي يعني هو رجل رياضي وأمين سر في نادي اليرموك وأعتقد هو الشخصية الأولى اللي تدافع عن الرياضيين في هذه الجهة وفي هذه المنظمة. وأنا يمكن أدري أبو عيسى ينام مبكر وما يتابعنا لكن أنا لما بلغوني الإخوان توه هالخبر الآن بلغوني عنه استئت صراحة حزنت زعلت. يعني ما يصير اليوم يعني لازم في حل لازم في حل الموضوع. يعني بصراحة أنا مرات يدقون علي كلم أخوك الدكتور حسن وهذاك يدقون على فلان كلم ما أدري أخوك ما أدري أخو ما أدري منه وكلم الدكتور محمد أبو عباس وكلم الدكتور زين ليش يعني ليش نوصل حق هالمرحلة يا معالي وزير الشباب؟ ليش نوصل للمرحلة يا أخوي يا أبو عيسى يا أحمد الجاركي؟ خلاص يعني أنت اليوم تفرغ اللاعب عنده مهمة رسمية مهمة وطنية كلهم هذول الشباب مثلوا الأزرق وطلعوا وأنا ما أدري شلون صراحة كملوا حياتهم في ظل هالوضع اللي ليه 2021 والولد ينحرم من دراسته سبنا والله رايح زين رايح يلعب وهو سياحة ترى شيء مو غريب ترى كلنا حاشنا الظرف هذا وحاشتنا هالمشكلة بالذات مرات نحس إنه كأنه تعمد. يعني أنا مسافر قاعد أمثل الدولة وأنت المسؤول قاعد تشوفني قاعد يشوفني ويشجعني لا ويسجل غياب ولا يمنعك من ماده معينه طالع يعني. تفرغ بمرسوم صحيح مرسوم مع ان الحين يمكن يختلف عن السابق سهل ليش اونلاين اختبارات كلها اونلاين خليه يختبر اونلاين استثني راي طالع في مهمه يرفع علم بلاده تقدر يختبر اونلاين يعني العمليه سهله. عموما احنا مناشدتنا انا عن طريقي اوصلها لاخوي ابو عيسى ان شاء الله احمد الجاركي وان شاء الله يتدخل في هذا الموضوع ويحل الموضوع مع الأخ العزيز مدير هيئة الهيئة العامة التعليم التطبيقي
والتدريب. يعني بسعيد بعد ذلك بروح اتصالات. لا بس تفضل. على الموضوع نفسه يعني هم الحين حاطين ذاك اليوم صقر الملة خطة الاحتراف والنقلة وراح نشوف رياضة جديدة وكذا. هذا الموضوع ترى من 20 سنة يتكرر وكاهو لحم موجود يعني يعني هذا الموضوع شيء سهل خصوصاً بالجهة الكورونا. وهذا مباشر مع اللاعب يعني أنت هذا شيء يضر اللاعب مباشرة مو الإداري ولا كذا اللاعب نفسه. وأنت بنفس الوقت تبي اللاعب يعطيه بالملعب. نعم صحيح. اسهل ترى هذا اسهل قرار انك تتخذه ان خصوصا هذا نازل فيه مرسوم يعني قصدي فيه امور هذا جاهز القرار والدكتور صقر اساسا هو دكتور في بس انك يعني بس انك تطبق يعني مو محتاج ان مجهود تتابع وتطلع قانون وقرار هذا قرار جاهز ومن سمو الامير موقع. نعم. تفرغك بس للاسف ماني عارف يعني شلون طالع له قدام واحنا مو احنا قادرين نحل امور بايدنا يعني لا اونلاين خليه يختبر اونلاين يا ابو مشاري شو المشكله ترى هو لاعب واحد. نعم. اقدر احل مشكلته صحيح ما تكلم اخوك مو اخوك وكيل بالتربيه شاك التربيه شاف الدكتور حسن ثاني شيء يا ابو سعود تربيه مو وزاره يعني تربيه هي تابعه الهيئه لا الهيئه صوب وهذه ما له شغل اخوك ثاني شيء يعني تطبيق القانون صار مزاجيه يعني المفروض تطبيق قانون خلاص يعني انا لاعب لما اضمن عندي تفرغ رياضي مهمه رسميه خلاص انا اروح وانا مطمن اذا هذا الحدث راح يصير مع كل لاعب اصبح ما حد يمثل المنتخب اذا كذا الطريقه فلازم يصير فيه تعاون على مستوى عالي صحيح. يعني من الهيئه تفرغ خلاص انا اضمن اللاعب ياخذ حقه ولما اخليه يسافر يتوهق واخليه بعدين لما يرد يتصادم مع والله تبي الصراحه ابو فيصل مرات ترى انا ما الومهم ما علي يعذروني الاخوان عبر الهاتف ترى مرات تشوف كشف تفرغ واحد ما له شغل بالمنتخب قاعد تشوفه واحد ما له شغل بالنادي لا لا في في مثلا دكاتره ما يعرف والله مثلا هذا لاعب ولا ما يعني في مثلهم يعني في منهم قله قليله لكن مرسوم يالك مرسوم انا ادري اقصد في بس ما يصير انت هم على بنا مرسوم تحط بالكشف التفرغ اللي لا شغل واللي ما له شغل ما يصير بعد من مسؤوليته ابي هاي دور الهيئه هني دور الهيئه دور الهيئه اخذ اخوي فيصل صبحك الله بالخير صباحك الله بالنور وصبح عليكم بالخير وعلى ضيوفك الكرام يا حياك وانا والله سعيد السعيد للامانه باتصالي عليكم احنا اسعد وصبح عليكم وانا والله من زمان ما كلمتكم لكن والله اني سعيد بوجود الاخوان وخصوصا ابو فيصل فلاح دبشه اشغل الطفوله اي والله لكن للامانه عندي كم نقطه والله اول شيء والله بخصوص ابو فيصل يعني فلاح دبشه اتمنى انكم تعطوني وقت قصير بس شوي يعني والله حرام هذا الرجل لم يمسك منصب بالاتحاد الكويتي يعني ان شاء الله انه يمسك بالايام الجايه عموما انا والله سعيد اليوم في مباراتنا الوديه مع البوسنه رغم الخساره لكن والله احنا حققنا مرابح كثيره خصوصا هذا الفريق اتمنى انه يستمر اذا هم صدقوا يعني ان هذا المنتخب راح يستمر يعني احنا عندنا مشكله بالمنظومه يا جماعه الخير يعني لا يمكن اليوم مثل مشكلة بندر سلامة إن على مادة واحدة يعني شلون نفسيته قبل المباراة يعني معقولة لحين وصلنا يمكن أبو فيصل يتذكر هذه نفس المشكلة هذه تعرض له هو أحمد جاسم وخالد الفضلي وغيرهم من اللعيبة يعني كانوا بجامعة الكويت أو بالدوامات كانوا ينفصلون ويتهددون ببعض المواد بسبة مشاركاتهم مع المنتخب الكويتي ببطولة الخليج ولا آسيا ولا المشاركة الأخرى يعني مي معقولة ب 2021 حنا نفس المشكلة قاعد نعاني منها النقطة الأخيرة ولا أحب أن يكثر عليكم والله القناة الثالثة اللي عتب عليهم مي معقولة اليوم نقعد نتابعها عن طريق بين سبورت يا جماعة الخير مي معقول منتخبنا اليوم الكل اليوم سعيد قاعد يشوف منتخبنا رغم أنها مباراة ودية لكن اليوم كم رياضيين اليوم اللي صراحة افرحوا بأنهم يشوفون منتخبنا ويشاركوا مباراة ودية نعم شكرا لك أخوي فيصل قناة ثالثة يعني عتبك إن شاء الله يوصل ما ندري ممكن الإخوان حاولوا سعوا إنه يشترون حقوق النقل ممكن ما قدروا في الحصول على هذه الحقوق ممكن آخذ أخوي سالم صبحك الله بالخير صبحك الله بالخير أبو سعيد يا حياك الله عدتم والعودة أحمد مشكور وإن شاء الله تكتمل العودة بعودة أبو محمد من العودة الله إن شاء الله يا رب يا رب أنا برد على جزئية الخلف السلامة أمس نعم يقول اللي يتعاقد مع أي لاعب مع بطاقته الدولية أو مفهوم كلامه
ان في قله ادب. طبعا انا اتوقع ان هذه الكلمه هذه صعبه شوي. انت ماذا ما انت قادر تحتوي في النادي اللاعبين ولا تقدم لهم يعني هنقول الماده، لان الماده هي كل شيء في الرياضه، هي اللي تعطيك اللاعب، هي اللي تجيب المدرب، هي اللي تجيب محترف زين. انت ما قاعد تحتوي فريقك، فلا تسيل الانديه الثانيه. انا يجيني لاعب ذاهب عنده بطاقته الدوليه، اذا ما تعاقدت معه ياخذون الانديه الثانيه. وبعدين هذا هو الاحتراف. انت يوم من الايام كنت لاعب نادي الجهر واستفدت من الاحتراف، رحت النادي الكويت، رحت النادي القادسيه. اليوم لا تظلم اللاعبين، عاشوا يعني عاشوا مثل ما انت تعيشه. اللاعب يعطي سن معين، لا 30 سنه 35 سنه ويترك الرياضه، شنو استفاد؟ ما استفاد شيء. وفي نعم. لاعبين كثيرين ما استفادوا. نعم بس اخوي سالم يعني ما تعمم. نعم شكرا لك اخوي سالم، بس المعلومه لا تشبه يعني موضوع خلف مع اللي حصل الان. خلف طلع بشكل رسمي وفي قنوات رسميه وفق عرض لاداره النادي، النادي قدموا طلب وصلت الموافقه وتم توقيع العقد. في فرق يعني لا تشبه موضوع خلف بالوضع اللي حاصل الان، في فارق كبير. اخوي قبل لا اروح حق الاتصال انا ايضا بنوه لنقطه والله حتى راحت عن بالي. عموما ارجع لي، عندك تعليق على موضوع القادسيه ابو خالد؟ اي تطورات مستجدات بما ان الاخ سالم تكلم عن القادسيه؟ لا هو شوف القادسيه طبعا هذا مو انا مو دفاعا عن الاداره، ولو انا اختلف في تعاملها في مع 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 الفريق، خصوصا ان القادسيه دائما عودنا في البطولات. لكن اللي انا عرفته ان اللاعب قاعد ياخذ راتب 1500 زائد راتب الاحتراف. الحين خل رضا هاني اي حتكلم على الوضعيه يعني الوضعية. النادي المفروض النادي انا ما يعني العتب الجماهير انه يخلي يحتون الموضوع. اي يحتون. انا العتبي عتبي مو على القادسيه ولا على الانديه، عتبي على الاتحاد لما فعل ماده 70. كان يفترض قبل لا تتفعل هذه الماده يطلب هناك اجتماع مع امناء السر او رؤساء الانديه وتحفظ حق النادي كذلك. نعم. انت يعني سمعت رئيس لجنه المسابقات الاخ الاملان وتكلم قال عندي اللاعب المهم، اوكي عندك لاعب المهم لكن حق النادي لازم تعدل فيها الماده عشان تحفظ حق الطرفين. طيب اخذ اخوي سعود، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور اخوي عبد العزيز. يا حياك الله. عندي ثلاث نقاط. تفضل. النقطه الاولى على المنتخب وخطتهم، اتمنى ان الفريق هذا الشاب ما يتغير. احنا شنو مشكلتنا؟ مباراه العراق كان منتخب شاب 100% ماشي، يوم جينا التصفيات مع استراليا والاردن اللي بالكويت تغير كل شيء. وانا اتمنى ان يعني يستمرون على هذه المباريات وديه، يعني خمس مباريات اعتبرها بطوله، خمس مباريات ثانيه بطوله ادش بتشكيله يعني ثانيه، كل تشكيله ثابته يعني الف باء جيم. نعم. اتمنى ان يثبتون يغيرون اثنين ثلاثه يمشون عنهم. النقطه الثانيه عن بندر السلامه، يعني مشكلته سهله نفس ما قال اخوي مؤيد الحداد، الاونلاين سهله. وعن التفرغ الرياضي تربطه بالبطاقه المدنيه وتعرف اللي تفرغ صحيح واللي على قولتهم نفس ما قلت في بعضهم ما لهم شغل بالرياضه يتفرغ ما يروح ويا المنتخب ولا ويا النادي. طيب والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خالد صبحك الله بالخير. صباحك الله بالنور يا ابو سعود. يا حياك الله ابو سعود. انا كلمتك قبل التصفيات عن المنتخب الكويتي الاول. نعم. وقلت لك انا مو متفائل ومتشائم من وضع الاتحاد واداء المنتخب الفريق الاول قبل الفريق الاوروبي، وقلت لي لا يا خالد تفائل وان شاء الله خير. شنو وضع المنتخب الكويتي الاول في المباريات؟ اولا لا صعد تصفيات ولا طلع رابع بثالث المجموعه، مستوى ما في مستوى نهائيا، كرة مو قادر يهجم هجمة واحدة. الكابتن عندك مؤيد الحداد يعرف المستوى ويعرف الأداء واللعب الكرة، فكمستوى أنا ما عمري شفت منتخب الكويت يلعب هذا الأداء. هجمة واحدة ما عندنا لا أمام استراليا ولا أمام الأردن ولا أمام فريق. بس اليوم كان الوضع زين ترى يا خالد، لا تظلم الشباب يعني. اليوم فرصة بدر شوتة، احنا قاعد نتكلم عن مباراة اليوم، خلنا من قبل. أوكي. خلاص اللي قبل راح. زين خلنا من قبل، بس انا بعلمك المرحلة القادمة يا ابو سعود. نعم. الاتحاد قاعد يتخبط في ادارته.
في 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 الغرارات اللي قاعد يحطها. وانا احمل الانديه هي المفروض صراحه من وجهه نظري اذا يبون منتخب قوي ومنتخب اولمبي قوي يطرحون الثقه بهذا الاتحاد. انا احمل الانديه اللي عطت الثقه هذا الاتحاد. طيب. وفوق هذا يا اخي وفي ناس من نواب الامه واولهم احترموا على راسي ابو علي رئيس مجلس الامه شنو سوى للرياضه. طيب شكرا لك اخوي اخوي خالد. ابو علي بالنهايه على راس هرم دور اللي هم اللي تحت يعني انت تحمل رئيس المجلس زين دور الاخوان اللي معاه في المجلس ما لهم دور 49 عضو مو ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاث ولا اربع هم حملهم عليه المسؤوليه هم لهم دور في 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 اصلاح الخلل في الرياضه خلي الاعضاء دور الحكومه وين دور وزير الرياضه وين دور كل هذا رحت حق والله الرئيس يعني عموما اخذ اخوي عبد الله اخر اتصال صبحك الله بالخير. السلام عليكم. عليكم السلام. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور يا اخوي. صبح على الكابتن الكبير القدوه فلاح دبشه. الله يسلمك يا رابط. يا مرحبا. بس بغيت اتكلم على الاداره. الحين ما فهمنا الخطه. المدرب جايبينه حده حده. اول شيء يتكلمون على المدرب القديم. انه ما عنده خبره والحين جابوا مدرب هذا ما عنده خبره ما عنده سي في ثاني شيء لاعبين الشباب كل شوي يتغيرون ما ندري من هو الحين فريق الشباب شوفوا على الاسامي هذه قبل معاذ الضفيري باكي سار ويجيبون الحين راشد الدوسري ويجيبون القلاف وبس هذا اللي عندي مشكور عادية. مشكور اخوي عبد الله تغريدتين على السريع اخوي عبد العزيز مناحي اصبح عليك بالخير مشكور لتواصلك معنا معلق على كلام اخوي فرج لهيب انه مطلوب من الاتحاد خطه واضحه يقول من كاس الخليج بالكويت والبرنامج يعيدون الكلام واعتقد سمعنا هذا الكلام الكابتن فرج مليون مره ولكن لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي اخونا بندر ندى المطرف يقول أداء المنتخب بالمباريات التجريبية ممتاز لكن المشكلة بالمباريات الرسمية أتمنى وجود شبيب الخالدي كأساسي يعني نقطة في محلها نقطة بندر وخالد ولا يهونون الإخوان إن اليوم حتى قبل المباراة ترى قبل التصفيات شفنا ترى أداء كان زين في المباريات التجريبية تذكر أداء منتخبنا مع العراق أداء منتخبنا مع السعودية قدمنا مستوى طيب لما دشينا التصفيات ما مباريات رسميه ما حققت غير الكل اتفق هني ابو سعود بالبرنامج عندك ضيوفك الكرام انه هل يستمر بهذه التشكيله هذه المشكله احنا مشكلتنا لما تصير مباراه الرسميه قاعد نشوف تشكيله مغايضه واسامي مختلفه جدا اذا هناك في عمليه تدخل لما انا في بدايه حديثي تكلمت وقلت انت عملت نغله او عملت تغيير يجب ان يكون التغيير شامل جدا باداره الفريق بمدرب الفريق دائما سو تغيير كامل تغيير يكون للافضل لان احنا شنو مشكلتنا انت قلت وانا اتفق معاه ان انت الان ما عندك مهاجم ماكو فريق يلعب في مهاجم وهمي لان تحتاج الى واحد هداف احنا ما عندنا فوجود شبيب مع المنتخب ضروري جدا لان بدل المطوع لما يستلم كره معروف عن بدل المطوع لما استلم الكره يلعب باص صحيح للمهاجمين يعني يعطيك كره يقول لك انفرد زي من حقه يلعبها بدر اذا هو يلعب في مهاجم راس حربه في مباراه اليوم احنا ليش نقول احنا نبي نستفيد منها من هذه المباريات احنا مرينا في تجارب سابقه لازم نغير من تفكيرنا لكن لا زال العقليه اللي تدار في الاتحاد او تعاملهم مع المنتخب عقليه رجعيه وهي اللي خلتنا نخسر كل البطولات ابو خالد بس نقطه على شبيب يعني دائما احنا نقول او حتى الجماهير شبيب هو الواعد هو المهاجم صحيح. اللي كنا نتمنى فيه خير قاعد نشوفه خلال مع ناديه وايضا مشاركته خير مع المنتخب هو المهاجم الواعد الصريح اللي قاعد يلعب لكن مو قاعد نشوفه يشارك باستمرار صحيح. هذه مشكله اللي قاعد نعاني منها وانت مشكلتك هجوميه ومشكلتي هجوميه ما عندك اهداف الولد قاعد يسجل اهداف في ناديه فبالتالي لما يروح مع المنتخب لازم يلعب بشكل اساسي، نفس الوضع هذا الحين يوسف ناصر موجود فواز مبيرش قاعد يمكن هو هداف الاولمبي على المدرج وشبيب موجود بالاحتياط، زين متى راح يشارك شبيب؟ وهذه فرصتها باكر محترفين جايبين مهاجمين وراح لا وانت قاعد تلعب مباراه الفيفا داي وهذه تجيك على طبق من ذهب انت شنو تحتاج؟ تبي اللاعبين اول شيء توظفهم بشكل
صريح وشكل افضل وتعطيهم الثقه. اهجم العب، ليش تخاف؟ ليش العب اليوم بخمس مدافعين؟ هي ما راح تطلعك المباراه هذه لو خسرت من البطوله، هي تجريبيه فانت تستفيد منها. عندك نواحي فنية، ليش انا ركزت على انه تحتاج الى مدرب يوظف اللاعبين وينمي مهاراتهم؟ عرفت؟ عطى الثقه انه يهاجم. تدري ليش هو خالد مو قاعد يعطي الثقه حق اللاعبين؟ اللاعبين مقيدين لانه يبي يفوز او ما يبي يطلع بنتيجه كبيره عشان لا يصير في انتقادات على الجهاز. هذا اللي قاعد يشوفه في تقييد اللاعبين. العب 5 4 1 انا ضد البوسنه، انقلب 1 0 واقول والله انا اديت. لا انا بانظر حق النواحي الهجوميه. انت شلون ضد البوسنه؟ ضد البوسنه بتلعب 5 4 1 ضد منتخب قوي، يعني يقول منتخب فرنسا تلعب كم؟ ترى شوف احنا جاتنا فرصه ذهبيه اخوي فري بالتصفيات مال كاس العالم، يعني كنا محظوظين ان الاردن ما هو الاردن، شيل الفريق الاسترالي هو بينك وبينه جاب كبير في المستوى معروف، لكن كان عندنا الفرصة لو توظف المنتخب أو استمر بطريقة صحيحة واستفاد من المعسكر اللي طلعه، استفاد من المباراة التجريبية اللي حصلت له، أنه هو يثبت على تشكيلة ثابتة. وأنا ناقش بسعود قلت له المباراة التجريبية ما هي إلا بروبة للمباراة الرسمية. طيب بمشاري بس أنا جزئية فرج أنا أختلف معك. تفضل. إن أختلف معك ان كنا بالمباراة الودية كنا زينين. لا 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 كنا زينين. لا 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 وشدنا وشدنا بالمنتخب وشدنا باللاعبين. كنا نشيد كل الناس تقول زينين. لا 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 بتطلع حالة. لا لا كنا نشيد بالمنتخب على بونا شيء نفسي ولا لا 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 قاعد يقدم قاعد يقدم حتى يخسر حتى يخسر كان في اداء كان يهاجم. انت لعبت مع العراق خسرت صح 45 دقيقه، هذا افضل شيء اللي احنا تفاعلنا معه. حتى مع السعوديه كنا على فكره. لا لا لا. انت لو حسبت المباراه الوديه مع المباراه الرسميه انت كم جول مقول؟ ممكن تذكر لي كم هج؟ لا هو مشاري ومشاري اخسر ما في مشكله، اخسر اخسر بس العب العب كنا زينين. يا جماعه كنا بحدود يمكن 10 مباريات، 10 مباريات لو اعد لك بصابع الايد الواحده كم مره وصلنا ملعب الخصم وخط ال 18 للخصم؟ ما كنا نوصل يا جماعه. لا لا كنا زين بعض المباريات، كنا نوصل بعض المباريات. اوكي بعض المباريات كان تكتل دفاعي. لا لا اختلف وياك. واعتماد والفرص كلها هي طريقه الخصم. خطه هذه خطه يا ابو مشاري، خطتها كذي المدرب. احنا كانت خطتها كذي. مو قاعد انا مو قاعد اقول بالوديه، هي طريقتها كذي بالوديات. مو قاعد اقول يا جماعه، مو قاعد اوفر. هي طريقتها كذي مشاري، طريقه المدرب كذي. لحظه خليني اقول لك نوعيه اللاعبين اللي عندك كذي، يعني شنو تبي؟ لا 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 كان يلعب الفريق اخسر ما عندي مشكله، اخسر 3-4 بس كان في شكل فريق، كان في اسلوب. اوكي انا خسر 4-5 ما عندي مشكله، بس هل استفيد بالمباراه اللي بعدها؟ في بعض المباريات الوديه ما كنا نستفيد يا جماعه. طيب المنتخب ميت صار له عقد من الزمان يا جماعه. اوكي احنا صرنا فريق معروف انه فريق ندافع، فريق ما نقول يا جماعه، ما نقول الا ترى الاقوال قاعد تحطونها بالتلفزيون والاغاني اللي قاعد تحطونها. شوفوا انتم على منو، ما مو فرق محترمه. اقول لك يا بصراحه مو لا فرق كلهم محترمه. فرق شرق اسيا كلهم فرق بوتان محترمه. بوتان احسن من 10 هذا صاروا احسن منك. وتعيد الاقوال وتحط الاغاني. لا مو هذه الفرق اللي انا تعطيني امل اني اطلع لي فوق. طيب نكون واقعيين. طيب ابو فيصل احد الاخوان السمعان قال اتمنى اشوف ابو فيصل في الاتحاد. والله شوف ابو سعود انا لاني الافضل ولاني الأسوأ. البيئه اللي بالاتحاد ما تساعد ان الواحد يشتغل. وثاني شيء انت لما تبي تروح الاتحاد لازم عن طريق نادي يرشحك، والنادي اذا بيرشحك لازم عندك جمله اصوات، يعني امور كثيره، يعني مو بهالسهوله انك تروح اتحاد ما اتحاد، يعني هو مو الموضوع مو سهل. يعني نادي الجاه ما راح يرشحك الانتخابات؟ ما ادري عنهم والله، بالعكس اتشرف اذا رشحني، بس انا قاعد اقول لك البيئه الموجوده في ناس جت الاتحاد افضل مني. نعم. وفي ناس ممكن انا اسوء منها. لا عندك الرغبه، يعني لو مثلا ما في شك احنا بنخدم الكويت اي مكان ما عندنا. نعم. مشكله. نعم. بس البيئه الموجوده الحين ما تشجع الواحد صراحه. نعم. عموما على طاري الاتحاد وابى اروح حق فاصل وموضوع الانتخابات، طبعا نما الى علمي وما ادري هذا الموضوع عند الاخوان، نما الى علمي ان نادي كاظمه يعني هذا ما نما الى علمي انه هو ضمن مكانه من بين الستة اللي هما من أعضاء الاتحاد اللي هما 7 طبعا، 6 ومنهم عنصر نسائي. نادي كاظمة ضمن مقعده ك وجود ممثل له في نعم في الانتخابات القادمة من ضمن الأعضاء الستة. ونما لعلمي بأن مرشح كاظمة هو خالد الفضلي. هذا اللي وصل لي أو نما لعلمي مدى صحة المعلومة، هذا ما نما لعلمي.
والايام راح تكشف. بس قبل المرشحين حد الان كم عدد كلهم راح يترشحون؟ كل الانديه راح ترشح واحد بس من اللي بس اللي ضامنين الان ستة. حسب ما انا الى علمي ان كابنا ضمن مكانه اي سبعة ستة 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 وعنصر نسائي خلاص الرئيس انضمن يعني لا لا ستة ستة وما سبعة ستة وعنصر نسائي واحد نساء يعني شوف من الرئيس الستة في ممثل لنادي النصر وممثل نادي التضامن وكابنا لا النصر في يقول لك في الان الرئيس معركة راح تصير بين بين هايف محمد هايف دحاني وبين مرشح الجهرة أحمد عقلة بس اللي طيح ما يصير عضو ترى اللي ترشح حق نائب الرئيس ويسقط ما يصير ما يدش عضو لا لا بس المنصب هو إيه ترشح أنت تشوف منصبك شنو أنت أنت تقول لي أنا مرشح نادي الجهرة لمنصب نائب الرئيس ما ينجح نائب الرئيس راح ينجح اللي مثلا ضد عرفت أنا أقصد ما يصير عضو لا طبعا لأن في نادي ثاني يقول لك انا مرشح ممثلي حق عضو الاتحاد المناصب موزعه فمن كذي خالصه خالصه لا الرئيس من المرشح للحين مرشح واحد ما حد ترشح للحين الرئيس ما حد ترشح خالصه ما تم اطلع فاصل خالصه هو اللي اعلن الاخ خالد الغان رئيس نادي الكويت انه اعتقد نادي الكويت بيدعم عبد الله الربيع بس عبد الله الربيع مرشحنا اي نادي ما ادري صراحه ماني عارف منو النادي اللي بيرشح عبد الله حتى الان عضو جمعيه بنادي العربي واعتقد بس مش مشطوب كنا اعتقد مشطوب بالعربي ما ادري عموما بنروح لفاصل وبعدها سنعود صباحكم الله بالخير في تغريده توها اعتقد ما ادري والله ايش كثر صار لها لكن بحاول اعرضها حق الساده المشاهدين حق تغيم الرشيدي زميل لنا طبعا لاعب نادي النصر او لاعب نادي خيطان واللي كان ضيف عندنا ايضا في فتره من الفترات يقول نعم في عروض من انديه كبيره بدورينا لكن عيد كان طبعا يتكلم عن كابتن عيد الرشيدي كانت عنده مباراة مع المنتخب وما كنت أبي أتكلم بهالموضوع عيد راجع باكر وبيقعد مع القادسية لمناقشة العقد والله يكتب اللي فيه الخير وإذا لم تتم الأمور سأبحث بالعروض المقدمة للأندية الكبيرة وشكرا لنادي القادسية شو رأيك أبو خالد كلام منطقي قبل أتوقع العقد حط شروطك وافق عليها النادي وأنا أعتقد يعني أنا من وجهة نظري أنا أفضل عيد إنه يكون موجود مستمر بنادي القادسية لأن المنظومة اللي يلعب فيها نادي القادسية والطريقة تخدم عيد وتعطيه يعني بروز ويكون هو لاعب المستقبل ولاعب فد أنا أعتقد إن اللاعب الآن إذا دخل في مرحلة المادة فقد تركيزه أمانة يفقد التركيز يعني كنا مرينا بهالظروف صحيح هي المادة الآن هي عصب الحياة في كل شيء مو بس بالرياضة ولكن أنت فضل إن أنت هذا النادي اللي ترعرعت فيه والاسم فخامة الاسم الموجودة يعني خصوصا في وجود مجموعة من اللاعبين المتواجدين فأنا أعتقد أن أفكر دائما في 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 أنك تكون متواجد في نادي القادسية يعني أنا أضرب لك مثل أعوذ بالله من كلمة أنا قبل انتقالي من نادي خيطان لنادي القادسية في ذاك الوقت ها أنا أحب وعشق لنادي القادسية عرض علي 100,000 كاش 100,000 دينار كاش يعني في ذاك الوقت قول مليون يعني تقارنها الحين مليون دينار لكن فضلت نادي القادسية اني ابغى معني تبقى في خيطان لا لما انتقلت 100,000 وين 100,000 النادي السالميه من المرحوم الشيخ سالم الفهد الله يرحمه كان متواجد بالنادي ويايبين كاش بجنطه لكن معني انا لما انتقلت كنت لاعب منتخب ها ومثل منتخب ولاعب المنتخب لكن انا كنت ابي اطور نفسي اكثر ابي نادي فيه جماهيريه لان دائما الجماهيريه اللي تعطيك الثقه وتعطيك البروز ورحت القادسيه بكم 20,000 حق النادي ما اخذت ولا شيء لا والله عشق وحبه لأن أنا التزمت بكلمة لرجل رحمة الله عليه الشهيد يوسف المشاري حتى لما قلت حق الشيخ لما صار نقاش بيني وقال عطني الكتاب عندي قال عطني كتاب استغناء وخذ قلت له والله أنا ملتزم بكلمة والرجل تربطه كلمة فأنا قال منه الشخص قلت له فلان قال بس طيب التزمت مع رجل الزمن غير الزمن لا إذا أنت تبحث عن مجد واسم لا بس حاليا اللاعب لازم عقد بغض النظر بس اللاعب قاعد ياخذ راتب اللاعب قاعد ياخذ راتب سهل يا جماعه الخير مع الاحتراف العقد يحمي حقوقك بحيث ان انت كلاعب عارف اللي لك وكاداره عارف اللي عليها صحيح. انت تركيزك بال90 دقيقه بالملعب التمارين فقط لا غير عقدك معاك هذا التزامك حق مشروع طيب ب10 فلوس ولا مليون بس لازم يكون عندك حق انت تعرف اللي لك
وكمجلس إدارة يعرف اللي عليه. طيب حسب ما نمي إلى علمي أبو لهيب إن عيد جزرتها كلها نمي والله ما تدري عيد بيروح نادي برا الكويت لفترة الانتقالات الشتوية بعدين بيروح نادي الكويت حسب ما نمي إلى علمي. لا إذا على نادي الكويت لا ما ما اعتقد نادي الكويت. نادي الكويت صرح الرئيس النادي خالد الغانم لا ما راح ياخذه من القادسية. لا قال من نادي الثاني انه يروح نادي القادسية كلاعبين وكذا وكذا. قال احنا نتعامل مع مجلس الإدارة نادي القادسية ما له شغل بالقادسية خلاص يطلع من القادسية يروح مثلا نادي ثاني بعدين نادي الكويت ياخذه من نادي الكويت ياخذه من النادي الثاني. لا ما سمعنا انما علمي مالتك هذه ما صح ما صح مو صح لا مو صحيح. ما يبي نادي الكويت منو ما يبي الكل يبي نادي الكويت. لا نادي الكويت نادي الكويت يبي عيد ولا ما يبي لاعب مميز لاعب واعد يعني انا يمكن استغرب نادي غاتسي اذا ما يعني ما حلوا هالامر هذا يعني لاعب نفس عيد لا ان شاء الله راح مكسب مستقبل المحتاج لاعب مستقبل صغير بالسن. طيب الكويت بما ان تكلمنا عن الكويت لعب مباراه وديه مع شقيق الهلال السعودي وللاسف الهلال فاز بهدفين نظيفين لكن يلا شو نسوي؟ الله يسامح حميد القلاف. نشوف ملخص المباراة. لكن ما نزال شوف يا أن الإخوان في المركز الإعلامي نادي الهلال ما حطوا ولا فرصة حق نادي الكويت وانا استبعد الامر. لا انا ما قلت لك ضيع انا قاعد اقول لك لعب قدم مستوى ما شفنا ولا هجمه يا رجل. لا شلون قدم مستوى 90 دقيقه ابو سعود في بعض الفتات المباراه انت تنقل في تنوع اللعب هذا اللي وصلني ابو سعود ما شفنا المباراه بس هذا وصلني بس على الملخص ما شفنا وصول المرمى حق الكويت ممكن بس انه بالسابق كان نادي الكويت يعتمد على جمعة سعيد لكن الحين ممكن يكون في جماعيه غياب ثلاث محترفين ابو سعود بشكل كبير. احنا عندنا اليوم يعني الوصلني التنظيم الدفاعي ما كان جيد مو عذر نعم. لما نقول غياب ثلاث محترفين انا هذا لا انا اقول لك ليش محترفين مهمين مهما يكون على واحد مهما يكون الهلال كذلك جمع قلب الدفاع يا الهلال كذلك ثلاث ارباع مع المنتخب لا تقارن الهلال مع بغض النظر الهلال مشاري خلنا نقول الهلال اسم الكره السعوديه خلنا اقول لك طبعا اكيد الهلال لاعب ثلاث مباريات بالدوري يعني جاهز داش في مباراه اعداد وغياب عندك يمكن فهد حمود غياب المحترف الاسترالي الدفاع اللي تعتمد عليه مو موجود فطبيعي راح يكون عندك اخطاء بس الاهم ان استفاد الفريق من المباراه بس نعم. انت عندك اللي ما يلعب هذه فرصته العين واللي ما يلعب وجوده. كلهم خبره يعني بدل ما تقول لي انا ليش انا عندي على حسين اليوم شارك بعد اصابه لعب المباراه كان لاعب اساسي انت الحين خمس محترفين الحين الموسم راح نشوف الخمس محترفين مع ست لاعبين يعني اليوم لاعبين اثنين لاعب اثنين احنا الكويت فريق نادي الكويت عندنا بالدكه منتخب قاعد طبعا. مهما يكون اللي قاعدين تحت راح تلقى لاعبين خبره اكثر من بالملعب بمشاري الهلال لاعب سد الخانه هذه الهلال لاعب اليوم بمشاري الهلال لاعب اليوم خمس محترفين انت لاعب محترفين انا اللي ما لعبوا اليوم هذول المهمين يعني طيب. الاسترالي مهم المهاجم اليوم الكنغولي مهم موجود المغربي طيب. اللي بارتكاز مو موجود طيب. فهذا اللي يعتمد عليه انا بس بمشاري بوريك التشكيله عفوا ابو خالد بوريك التشكيله نعم. كرجل محايد اليوم يعني التشكيله اللي لعب فيها الكويت ويخسر امام الهلال هذه عليه احنا استفهام صراحه يعني التشكيله اليوم حميد القلاب في حراسه المرمى علي حسين لاعب مميز ولعب برا في محترف فتره حسين حاكم خبره فهد الهاجري لاعب منتخب سامي الصانع لاعب منتخب طلال فاضل لاعب منتخب جون ابو ميكيل محترف عبد الله البريتشي منتخب فيصل زايد منتخب راشيدوف محترف يوسف ناصر يعني منتخب الكويت قاعد يلعب تشكيل اساسي هو شوف تكلم ومشاري قال الكويت ما عنده مشكله عنده 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 يمكن فريق ثاني على دكه الاحتياط هو صحيح انا ما اتكلم عن الاسامي انا اتكلم عن اداء اللاعب وعطاء اللاعب او اداء فريق نادي الكويت فريق الكويت كان في الموسم الماضي غير مقنع خسر بطولتين وما تعود فريق الكويت دائما يخسر بطولات كاس الامير سمو كاس سمو الامير والدوري العام في مباراه اليوم انت هي ضربه معلم لنادي الكويت خصوصا في ظل وجود هالنجوم الموجودة اليوم اللي ذكرتهم بسعود التشكيلة عفوا فأنا ما شفت المباراة ولكن كان يفترض بغياب الدوليين السعوديين على الأقل أنا أكون عندي نواحي هجومية مثل ما قلت أنت إن ما شفنا ولا هجمة لفريق نادي الكويت صحيح خصوصا هذه تعتبر مباراة انطلاقة لنادي الكويت ببدء كأس سمو الأمير في الأسبوع القادم لنادي الكويت يكون هو استعداد جيد لنادي الكويت لكن
في وجود الأسماء اللي ذكرتها كان خبرة، خبرة دولية، خبرة في الملاعب، خبرة في البطولات. نحن الآن نعلق دائما على الثلاث غياب الثلاث محترفين، أنا أعتقد أنا ما شفت ثلاث محترفين، لكن الأسامي الموجودة بحد ذاتها هم محترفين. صحيح. اللي أنت ذكرت المزيف. صحيح. كان يفترض على الأقل يكون هم أفضل، لكن هي تعتبر مباراة تجريبي. يجب أن تجربة ويستفيد منها نادي الكويت ويدخل بقوة. نعم. ويستفاد من الأخطاء اللي اليوم اللي حصلت، وإحنا نقول دائما الأهداف تأتي عن طريق الأخطاء سواء. نعم. دفاعية أو من حراسة المرمى. أنت ما شفت مباراة فيصل بس تبتعلم إيه على بس كنظرة عامة يعني. نعم. صراحة مستوى الكويت هو المستوى اللي سمعنا عنه أنه جاب محترفين وراح يبدأ يعني البطولات يعني بقوة ضاربة راح يكون. نعم. صراحة مستوى متواضع جدا يعني، بغض النظر أن الهلال فريق قوي وما قوي. نعم. لكن الكويت ما شفنا في حتى هجمه، ما شفنا مباراه فيصل يعني. لا اللي قاعد نشوفه بالتقرير انا احنا دخلنا مباراه رسميه، احنا حكمنا قلت لك حتى انا حكمت يعني على التقرير يعني تبيني امدح الكويت بناء على اللي شفته؟ لا والله الكويت ما قدر، احكم على الاسامي الموجوده، احكم على التشكيله، هني احنا نقيم نادي الكويت. هو مو عشان قلت كنظره عامه، انت شنو تنظر نادي الكويت؟ عندك تصفيات كاس على سو، انت بتدخل دوري ابطال اسيا. صحيح. عرفت؟ اذا تدخل دوري ابطال اسيا بهذا المستوى بقل الأخطاء اللي قاعد نشوفها، أنا أقول لا زال الكويت يعاني مشكلة الأساسية بخط الدفاع. دفاع كلهم لاعبين منتخب سعود، إحنا شفنا كذا لقطة اليوم. نعم. عدم تمركز الدفاع يمكن عطى الحرية لفريق الهلال، وأنا أعتقد فريق الهلال بس خايف من الإصابات. فيصل قال لك يعني كلهم لاعبين منتخبة، فهد الهاجري، سامي الصانع. انا ايش قاعد اقول لك؟ انا مشكله الكويت هو حتى بوجود مجموعه الاسامي سيء. نعم. طيب اخر جزئيه بس، تغريده من اخونا محب للجميع والظاهر شكله من سوريا الشقيق، يقول تحيه لضيوفك ويسعد مساك. سؤال لضيوفك المحترمين، شنو سبب المحترفين السوريين بعدم الاستمرار في الدوري الكويتي؟ سوما وجهاد والصالح والى اخره كثار. تحياتي لك متابعينك من دمشق، نتشرف ونسعد بمتابعتكم. والله كلامك صحيح. والأخير أيضا مردكيان، الآن ما يقول مردكيان يمكن مصاب، لكن عمرو ميداني أعتقد أيضا ما كمل، كان معاكم صح؟ لا بس الذكر أسماءهم جت لهم عروض أفضل ودوري أفضل. فراس اعتبرنا نقول ولد الديرة ما شاء الله يعني، سنين طويلة. جهاد أيضا لعب مع القادسية العربي، بس هي هذا الاعتراف. لما أنا كمحترف يجيني عرض أفضل بدوري أفضل بإمكانيات أفضل بمنشآت أفضل، وضع طبيعي إني أطلع. والكويت طيب. محطة الكويت صار يعني بالنسبة حق اللاعبين العرب خصوصا الشاميين وكذا، هي محطة. نعم. اجتهاد اللاعب تجي له عروض أكبر من الدول الخليج وكذا يروح. نعم. بما أنه آخر أسبوع في جزئية أنا يمكن كنت حاب أطرحها للنقاش، لكن يعني بما أن هذه حلقة آخر أسبوع، أنا أذكر قبل فترة طلع خبر أن الإخوان في الاتحاد الكويتي كرة القدم قدمين عرض بإزالة ملعب المرحوم عبد الرحمن البكر وإنشاء مول أو مجمع تجاري بدال الملعب. طبعا أشكر الأستاذ القدير والأخ الكبير أو العم سيمان العتساني اللي تواصل معي يعني شخصيا وتناقشنا في هذا الموضوع عن مدى قانونية هذا الموضوع، لأن حسب قانون الهيئة العامة للرياضة أنه يمنع إزالة أي منشأة رياضية وإقامة بدلا منها مشروع استثماري أو تجاري، هذا قانون الهيئة. طبعا ما وصل لي أي تعليق أو تبرير أو توضيح من الاتحاد هل الكلام صحيح أو من الهيئة. عموما أنا يعني على طاري هالموضوع أوريكم شيء حصري أول مرة يعرض على شاشة التلفزيون. شفته هذا الموضوع أو هذا المشروع كان من الشيخ طلال فهد لما كان رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، كان عنده مشروع لاستثمار مبنى الاتحاد الكويتي لكرة القدم بصورة قانونية وفق القانون، يعني بوجود وبمكان بعدم إلغاء ملعب عبد الرحمن البكر موجود كما هو في المخطط، المشروع يكون على سور مبنى الاتحاد الكويتي لكرة القدم في محلات تجارية، في يعني أمور استثمارية، مطاعم، يعني كان الشكل أو المخطط حالة هولندية غزة. نعم كان مخطط صراحة على مستوى عالي من الجودة، حتى مسويه أعتقد عند مهندس يعني متخصص في مثل هذه الأمور. شوف شكل مبنى الاتحاد الكويتي لكرة القدم، هذا اللي كان الشيخ طلال فهد مفكر أنه يعمل مبنى الاتحاد بهذه الطريقة. شوف يعني شوف تفكير
شوف شوف الناس اللي تشتغل لمشروع يعني خدمة خلينا نقول الرياضة، لمشروع قانوني وفق القانون، لمشروع يعطي شكل جمالي. ما أفكر والله يلا ها فلوس وما لي شغل بالشون شكل المبنى ولا شكل المشروع. هذا أتمنى أتمنى من معالي وزير الشباب الأخ عبد الرحمن المطيري يأخذ هذه الفكرة، ما هي ترى عيب ولا غلط حتى وإن كانت من الشيخ طلال فهد، أطبقها أنا أغير مبنى وتنسب للدولة. نعم، وأغير مبنى الاتحاد هذا اللي يضيق الخلق شكله، وما ودك حتى أيضا والله مرات مراسلين يطلعون يسوون لقاءات أقول له سو ختمة برا عند الاتحاد يعني اختم، يقول أنت شايف المبنى شلون صاير، استوصل استوصل منطقة سكنية والله جد منطقة سكنية وحالة حال الموجود بالمنطقة السكنية. عموما قبل لا أختم أيضا كالعادة أختار لكم حساب أتمنى تشوفونه أو أتمنى تتابعونه. الحساب اللي اخترته لكم هو حساب لعشاق ميسي ولمحبي ميسي ولمتابعي ميسي. هذا الحساب متخصص بأخبار ميسي بكافة إحصائياته أرقامه يعني صوره أخباره نتاجه كل ما يتعلق في ميسي موجود في هذا الحساب، واسمه ميسي أيضا. يقول هنا تجد كل ما يخص الأفضل في الأفضل في التاريخ ليونيل ميسي. هذه الإحصائيات طبعا للتذكير إن شاء الله يوم الأحد 5 سبتمبر الساعة 10 مساء اليوم مباراة قمة بين الأرجنتين والبرازيل، نذكركم فيها. طبعا حاط صور لتدريبات الأرجنتين، حاط الأسطورة ميسي ضمن التشكيلة الأفضل في الجولة الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية. بس ترى مسعود خمسة من البرازيل ما راح يلعبون، المهم هي مباراة قوية يعني الاتحاد الإنجليزي رفض يعطيها. هذه يعني أو هذا حساب أتمنى أنكم تتابعونه صراحة. الله يعطي العافية راعي الحساب، مجهودك جبار يا أخوي، واستمر في مثل هذه الأخبار والإحصائيات، وأدعوكم لمتابعة حتى اللي ما يحبون ميسي ويحبون كريستيانو مثلا مثل يعني هالتيشيرت الجميل يتابع هالحساب لأنه يستاهل صراحة. شكرا لضيوفنا. عندي نقطة تفضل تتكلم بشكل سريع الحين ما نطرت إلا بالختام ما أدري السؤال مو أيضا تفضل ما تحط نقطة تفضل يلا. أنا بالنسبة حق انتقال لاعبين من القادسية وهذا فأغلب طبعا الجمهور القدساوي زعلان يعني الجماهير الثانية مستانسين، فهذه طبيعي ردة فعل يعني عند الجماهير. نعم. يعني احنا مو كوريا الشمالية كلنا نبكي كلنا نضحك ما له شغل، لازم في ردة فعل من جمهور ثاني مستانس ونزعلان يا لاعب القادسية بس هذا انت زعلان ولا لا؟ انا مستانس اربعة لا ابو سعود على رسالة من الكابتن عبد العزيز حجي لك انت شخصيا يقول انا يقول بلغ عزيز صعب عليك فرج لهيب لا قال رسالة وصلها حق ابو سعود قول له متى تعشى معنا زعل. شكرا لك كابتن مويد الحداد، شكرا لك كابتن صلاح مرزوق، شكرا لك كابتن ولاد ابشه، شكرا لك كابتن فرج لهيب. متى نروح كوريا الشماليه؟ شكرا لرعاتنا وداعمينا شركه ونرز العالميه معقمات هايجين مياه بيرين، الشكر لشاورما جريل، الشكر لاطياب القمه، الشكر لكيو كيبل، الشكر لحلويات كراميل، والشكر ايضا لدير اندير، الشكر لمعرض بريمير سبورت وكلاجي فوفا وزيز في الكويت، الشكر لمعرض اسد الملابس الرياضيه، الشكر لمطعم دومز، الشكر ايضا ل نسيت اسم الله يعني التيشيرت ديزاين ماتادور ديزاين، اسمح لنا يا اخوي سامه وسلمى ماتادور ديزاين اي والله جديد، مشكور على التيشيرت الجميل. نلقاكم ان شاء الله يوم الثلاثاء في حلقه جديده من برنامج الديربي. الى اللقاء.